العالم، كل العالم يسير قدما إلى مزيد من الحرية، ولبنان الرسمي يحاول الحد منها. هذا هو لسان حال كل مستخدمي الانترنت اللبنانيين وأصحاب المواقع الإلكترونية الذين أطلقوا تحركا واسعا بهدف وقف مشروع تنظيم الإعلام الإلكتروني أو ما يطلق عليه اسم ليرة الذي صاغه وزير الإعلام وليد الدعوق. آخر فصول هذا التحرك لقاء جمع أصحاب المواقع الإلكترونية بالوزير الدعوق للمطالبة بإيجاد قانون جديد ينظم عمل المواقع من دون المس بالحريات. ما بدي يجي يقول أنه أنا قررت هيك وغير هيك، ما بصير لهيك. لا، أنا زلمي منفتح، عقليتي منفتحة وطبعي منفتح، وأنا مع التواصل لما نشوف لما في مصلحة القطاع. اتفقنا مع معالي الوزير أنه ما في شيء نهائي، رح نبحث بهالموضوع معه ونتشاور ونفرجيه شو معمول قبل اللي هو مطلع على أغلبيته، ونتداول بالأمر لحتى نلاقي أفضل صيغة لتنظيم هالقطاع. هيدا القانون بحاجة لدراسة متروية، دراسة معمقة، تما نوصل أنه البعض لأسباب سياسية يستعمل أي قوانين يكون فيها اجتهادات أو جمل مطاطة يستعملها لضرب حرية الإعلام اللي بتخيل كلنا مجمعين على قدسيتها. المشروع واضح في قمعه، يقول المدافعون عن حرية التعبير والإعلام في لبنان، وهو بحسب رأيهم ينحدر إلى مصافي القوانين الدكتاتورية التي لم يعد لها مكان في عالمنا الجديد، إلا أنهم يراهنون على عدم تطبيق مثل هذه القوانين في عصر التطور والسرعة. بيوحي هالقانون بيمكن معرفة غير متطورة بما فيه الكفاية لتطورات على الصعيد التكنولوجي وعلى الصعيد التطبيق، ونية الدول بالسيطرة على الإنترنت أولاً ما بقى كتير على الموضة، وأكثر من هيك إمكانية تطبيقها بشكل فعلي صارت ضعيفة كتير، لأنه في ألاف وألاف الطرق الرسمية والغير رسمية تواحد يتخطى السيطرة الرسمية أو الرقابة الرسمية على المواقع الإلكترونية. المعترضون دعوا إلى تضافر الجهود بين المعنيين لوضع خطوط حمر أمام أي قانون مستقبلي يطاول حرية عمل الإعلام الإلكتروني.